نحاولوا اننا نسجلوا، والهدف ديالنا الكبير انهم يتماركاش علينا، يتمارك علينا هادشي اللي عطى الله. بقينا متامنين، سجلنا الهدف الثاني. نتمنى نساو هاد المقابله ديال اليوم كما تيقولوا الشوط الاول اللي في المغرب، نحاولوا نساو، نفكروا في المقابله ديال العوده ان شاء الله. حنا واحد اليوم راحه، نحاولوا نرتاحوا ونجيو نشتغلوا على المقابله ديال العوده. نتمنى اننا الحوايج اللي درنا اليوم مزيانين نزيدو نطوروا منهم، باش في المقابله ديال العوده ان شاء الله نكونوا مركزين ونفرحوا الجماهير المغربيه اللي تعطشنا اللقب هذا ولا اللعيبه ان شاء الله. بطبيعه الحال بالنسبه لي غيكون لي شرف كبير، وغنكون محظوظ انني غناخذ هذا اللقب هذا، واول مره تينظم ان شاء الله. غنديروا ما بين الكفايه، غادي نتعاونوا لو ماكسيموم باش اننا نفرحوا للجماهير المغربيه ولا الجماهير الوداديه ان شاء الله في المقابله ديالنا. حنا كنا مامنين انهم يتماركاش علينا ونحاولوا نماركيو، مي هادشي اللي عطى الله تمارك علينا دابا. نحاولوا ان شاء الله نسوي المقابله نشوف بوزيتيف باش ان شاء الله نجيبوا الكاس من الهدف ديالنا ان شاء الله.